يا شباب، ال 2FA من اهم الاشياء حاليا معنا بكل الايميلات، مو بس بايبك جيمز او فورتنايت. انا هذا الفيديو ليش عملته؟ لانه انا لما نزلت الفيديو الخاص ببطولة سكين جالاكسي كاب يلي هي بتحصل من وراها سكين جالاكسي، في بعض الناس بعتت لي على الخاص وفي بعض الناس بعتت لي على سيرفر الديسكورد قالت لي يا نيمو انت مالك عرفان تشرح وشرحك كله غلط. قلت لهم ليش؟ قالوا لي ما دخلونا البطولة وما قدرنا نفوت، لان البطولة عنا مقفولة بالايفنت او بالبطولات حاليا بلعبة فورتنايت. وقت ايام البطولة طبعا البطولة خلصت، بس طلع الموضوع كلياته انه هن مو فاعلين 2FA. وانا حكيت بالفيديو واحد من الشروط الاساسيه انك انت تفعل 2FA لحتى تقدر تشارك بالبطولات. انا هلا لحلمك كيف تفعل 2FA حتى لو كان معك فقط ايميل ايبك جيمز، يعني لو انت شاري ايبك جيمز فقط من شخص او من تاجر وعطيك ايميل ايبك جيمز بشكل عشوائي وقال لك تبع جيميل او تبع جوجل او تبع ياهو او تبع اي موقع ايميلات مو موجود، موجود فقط تبع ايبك جيمز. انا هلا لحلمك كيف تساوي تبع ايبك جيمز وكيف تحط تبع ايبك جيمز وتفوت على اللعبه. فهلا انا لحلمك كل شيء عن الايميلات الوهميه وكيف تساعد حالك انك انت تحمي ايميلك وتفتح معك البطولات القادمه مع الزمن وتحصل الرأسة تبع البوكي داون. فبتعرفوا لايك سبسكرايب القصص الحلوه، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لو انت حابب تدعمني. طبعا بنشكركم كلياتكم على الدعم ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. يا شباب ال 2FA انا مالي حابب احكي عنه كثير، بس اللي بهمه ال 2FA رح احكي له اول شيء مقطع صغير اقول لك شو هي ال 2FA، وثانيا رح اقول لك ال 2FA تبع ايبك جيمز او المصداقيه الثنائيه. اول شيء ال 2FA يا شباب هي الشركات عم تستعملها مثل ايبك جيمز، مثل امازون، مثل جوجل، مثل فيسبوك، مثل كل المواقع العالميه. بتعمل عليها ايميل وبتفوت لجوا على جوات هالموقع حسب شو انت هو الموقع داخل عليه. لما انت تجي تسجل دخول من موقع مثلا انت عايش مثلا بالسعوديه، اجي واحد شخص بامريكا سجل دخول، ببعتولك يا اما على ايميلك الاساسي الجيميل اللي انت محصنه ومظبطه، يا اما ببعتولك على رقم تليفون اللي هلا انا لحلمك ياها بهذا الفيديو. ببعتولك يا اما هي يا اما هي، بيقولوا لك انه شخص حاول الدخول على الايميل فيك او على الايميل الخاص فيك عفوا، وبيقولوا لك ادخل الكود لاستكمال عمليه الدخول. انت بهالحاله لو انت مالك عامل هيك نشاط على طول بتروح على الايميل تبعك بتغير كلمه السر، بتعرف انه في شخص حاول يهكر لك حسابك او وصل لكلمه السر والايميل تبعك هيك بشكل نهائي. هي ال 2FA بكل بساطه وبشرحتها بكل سرعه، وهلا انا رح احكي لك بالنسبه لل 2FA او المصداقيه الثنائيه تبع ايبك جيمز. يا شباب بالنسبه لايبك جيمز فورتنايت المصداقيه الثانيه لحتى تعملها لازم عندك شروط لازم تعملها لو كان الايميل وهمي. انا هلا لحلمك بس لحقلك عن اهم مزاياها لل 2FA الخاص بموقع ايبك جيمز شو بتفيدك بلعبه فورتنايت. اول شيء بتفيدك انك انت بتقدر تشارك بالبطولات، وهذا السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل هذا الفيديو، لانه في ناس بطوله الجالاكسي كاب روح عليهم السكين تبع جالاكسي اللي حزمته ب 3000 في بوكس. مشان هذا الكلام اللي هن ما فهموه عندي بالمقطع او اختصروا المقطع انه يلا خلينا نمرق المقطع مشان شو بدنا نفهم بس كم معلومه ونمشي على السريع، بيخليك تشارك بالبطولات. وثاني شيء بيخلي حسابك محمي من السرقه مثل ما حكينا ببدايه الفيديو، انه انت بيخليك لو واحد سجل دخول وهالقصص هي بيبعتوا لك كود وبلا بلا ومثل ما حكيت مشان ما رد عيد الموضوع. وبالنسبه للشيء الثالث انه شركه ايبك جيمز بتعتبر حسابك رسمي وفعال، يعني ما له وهمي. لو انت تفعل 2FA عليك شركه ايبك جيمز ما بتعتبره وهمي ابدا ابدا لهذا الايميل، بتخلي لك اياه انه هو بشكل رئيسي وما بتحذف لك اياه مع الوقت لهيك لنهايه ما انت تخلص يدخلك من اللعبه وتموت فورتنايت. طبعا ما حتموت غير لبعد 100 سنه، فاكتب لي تحت بالتعليقات شو رايك بهذا الموضوع. وبالنسبه لاخر شيء اللي هي رقصة البوكي داون اللي انت رح تقدر تاخذها اللي ظاهره امامك. رقصة البوكي داون قديمه كتير بس في بعض الناس لحد هلا ما بتعرف تساوي هذا الموضوع. هلا خلينا نفوت عن كيف تفعيل الايميل الوهمي وكيف تفعله. اول شيء بتفوت على جوجل، مجرد ما انك انت تفوت على جوجل تكتب بالسيرش تبع جوجل ايبك جيمز، ايبك جيمز انا حطيت ايبك جيمز مثلا هي بمحيه ايبك جيمز من مظهر امامك، بتفوت ايبك جيمز ستور بتظهر امامك هاي الصوره او هاي اللائحه اللي ظاهره امامك. مثل مظهر امامك ظهرت تبع ايبك جيمز او موقع ايبك جيمز، بتفوت على سجن ان بتعمل تسجيل دخول، يعني بتظهر امامك هاي اللائحه. طبعا لو هذا الشخص او هذا التاجر اللي عطيك الحساب مو عطيك تبع جوجل او فيسبوك او اكس بوكس او بلاي ستيشن او اي شيء كان، عطيك فقط تبع ايبك جيمز اللي هو الحساب الوهمي، طبعا بتكبس عليها وبتحط الايميل اللي اعطاك اياه التاجر او الشخص مين ما كان يكون، وبتحط الباسورد وبتدخل على الايميل. مجرد ما انك انت بتدخل على الايميل بصير مثل مظاهر امامك هون اليوزر عليه اخضر والاسم، انا عندي مسميه عمار هيك ايميل عشوائي. بتكبس على كلمه الحساب اللي ظاهر امامك، بتكبس على كلمه الحساب
بتفوت انت على كلمة الحساب بيكون عندك كله بالانجليزي، بتكتب على بتحط على هيك طابل ارضية بتكبس عليها وبتحط على كلمة العربية، بتفوت على كلمة العربية وهيك انت بتبدل معك كل شيء بالعربي. هون بقى عندك ملفات الاعدادات الشخصية اللي هو المكان والبلد والاسم وكل شيء واسمك باللعبة وكل هول، هذا انا ما رح احكي عليه. اهم شيء بتفوت على كلمة المرور والامان اللي هو المفتاح اللي على الشمال. هون بقى انت لو انت اخذ الحساب جديد بتحط كلمة مرور جديدة وبتحط اعادة كتابة كلمة مرور، بتحط هدول الاثنين وما بتحط حفظ التغييرات او بتحط حفظ التغييرات وسكي عادي. تنزل لتحت هلا خلينا بالمهم اللي هي المصداقية الثنائية. المصداقية الثنائية انا بدي ركز لك عليها كتير. اول شيء مكتوب التطبيق تبع المصادقة اللي انت بتنزل تطبيق ايبك جيمز على الموبايل، هذا الشيء ما حنشتغل فيه لانه مو زيادة فعال. رح نركز على نقطتين، النقطة الأولى اللي هي مصداقية الرسائل القصيرة اللي هي على رقم التليفون، والثانية اللي هي على مصداقية البريد الإلكتروني. بس بدي أقول لك ملاحظة أو نصيحة صغيرة من أخ لأخو، لو أنت شاري هذا الحساب ومو عاطيك الجيميل صاحب هذا الجيميل وانت شاري حساب فقط ايبك جيمز يعني وهمي، كل عليك انك انت تفوت على مصداقية البريد الالكتروني، هي طبعا بتكون خضراء او بتكون زرقاء يعني بتكون باللون الازرق، هلا رح لك عليها. بتكون باللون الازرق بتفعلها هيك بتعملها لون رمادي، بتكبس عليها بتتفعل بتصير رمادي وبتلغى، بصير هيك كل شيء عندك رمادي. هلا هون بقى بنفوت على الشيء المهم اللي هو لمصداقيتك ولإلك احسن لك إلك بكثير، وانا هي النصيحه مني، بتفوت على مصداقيه الرسائل القصيره بتكبس عليها بتكون رمادي. هون بقى بيظهر لك الخطوه اللي هون ظاهره امامك، بيقول لك انه كذا كذا وبدك تحط الرمز تبع البلد تبعك وين ساكن والقصص هي. انا هلا مثلا لحط اي رقم عشوائي، مثلا رقم عشوائي، بيحط لك هون انه انا بدي ابعث لك كلمة سر حتى انا اتأكد انه انت فعلا صاحب هذا الحساب. هلا كل عليك انه هو بيجيك ايميل او بيجيك على الرقم اللي انت حطيته كود، بتكتب الكود، ثانية اكتب لكم الكود، معلش عادي سبعي تمام. بتحطه بعد منه تفعيل، هلا هيك انت حطيت الكود اللي وصلك وبتحط تفعيل والمكيف صار ينقط مي من الشوب، تمام لحد الان هيك بيقول لك دن والدنيا تمام عندك وتم. واهم شيء تعمله اجعله رئيسيا اللي هون، اهم شيء تعمله اجعله رئيسيا لحتى كل ما شخص يفوت على هذا الايميل ما بيقدر يفوت عليه غير لحتى يحط الكود اللي بيجيك على رقم تليفونك. تمام لحد الان هذا هو بالنسبة لموضوعنا اليوم، بتمنى تكون استفدت بهذا الموضوع بالنسبة للمصداقية الثانية برقم التليفون، ومشان تشارك بالبطولات مشان ما اكون انا غلطان مرة تانية وتزبط الوضع وما تجيب العيد مثل ما صار مع بعض الناس وما فاتوا شاركوا بالبطولة. بتمنى تكون استفدت، كن دعم بالاتم شو بني متسع لو حابب تدعمني، وبرعاية الله.